النهاردة مسابقة 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 حلوة قوي وهتعجبكم. شروط المسابقة سهلة جدا وبسيطة، وهي اول حاجة ان انت تكوني عاملة لي اشتراك في القناة، فطبعا لازم تعملي لي اشتراك في القناة. تاني شرط وهو سهل برضو، ان انت تخلي 5 من صحابك يعملوا لي اشتراك في القناة. هتبعتي لي على الاكاونت الشخصي بتاعي، هسيبه لكم في الديسكريبشن بوكس او اول تعليق مثبت. تبعتولي 6 سكرين شوت، تبعتيلي 6 سكرين شوت بالاشتراكات اللي انت عملتيها انت والخمسة صحابك بس. هو ده الشرط الوحيد، هختاره عشوائي من الاكاونت الشخصي بتاعي. تعالوا نشوف الهدايا. اول هدايا وهو بديل فاونديشن من يوكو، كلمتكو عنه كتير وانتوا عارفين ان هو قد ايه حلو، تمام، جديد جدا. تاني حاجة 2 امبول من ايفا لعلاج تساقط الشعر، انا استخدمت منه 2 في المسابقة، هحط 2 لانه ما جاش على شعري بس الامانة ان هو وقف لي القشرة، بس ممكن يجي على شعر حد تاني فحبيت ادخله في المسابقة، بس لو مش عايزاه عادي. البرونزر ده من ميلاني، ده وقع مني للأسف فالحتة دي اتكسرت، بس هو براند وحلو جدا جدا جدا، هو بلاشر وبرونزر في نفس الوقت. بعد كده 3 ليبستيك من نوكس، 3 درجات شتوي، هدية تحفة جدا جدا. اسيتون الموناليزا ده مزيل طلاء اظافر، و 3 كحل من فلومار اللي هو الزهري واللبني والموف، و مخمرية جديدة من ماي واي بريحة تندر، و ثواني، ودي رموش من هدى بيوتي درجتها 003، وباليت الاي شادو دي فيها 9 لون، فيها الالوان الاساسيه الابيض والغوامق، الوان شتويه بمعنى اصح، والبني والاسود، الالوان بتاعتها تحفه والبيجمنت بتاعتها احلى. تعالوا بقى للجمادين اللي انا لسه شارياهم عشانكم. دي خصل الشعر اللي انا بستخدمها على طول، بشتري منهم على طول. دي بينك في اصفر، 2 بينك في اصفر، و 3 موف، انتوا متخيلين قد ايه، تمام. ومعايا حطلكوا هنا اكستنشن صفرة طويلة، هطلعها لكم برضو تشوفوها، بس انا مش عايزاها تتبهدل بصراحة عشان البنوتة اللي هتاخدها، هي جديدة هي زي ما انتم شايفين، انا حطيتها كده هي والخصل في كيسة، هي طويلة لحد اخر الظهر بس هي حلوين. هسيب لكم لينك الاكونت الشخصي بتاعي في اول تعليق مثبت او في الديسكريبشن بوكس عشان تحاولوا تشتركوا في المسابقة، عشان انا هختار عشوائي وهعلن عن الفايزة في فيديو تاني. يلا باي، وتوحشوني جدا، استنوا فيديوهات جديدة.